النهضة التنموية العمرانية اللي تمر فيها المملكة العربية السعودية، ولله الحمد في هذا الوقت عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين، نهضة عمرانية كبيرة وأثرت إيجابا على سوق العمل بشكل عام وعلى سوق الإسمنت وسوق مواد البناء بشكل خاص. فالحمد لله شركات الإسمنت جميعا يعني وضعها جيد وحققت نمو جيد وحققت أرباح جيدة. ماذا عن مساهمة المملكة وخاصة قطاع الصناعة بأشكال متعددة؟ طبعا ذكرنا موضوع الإسمنت في أنها بعد ما تلبي حاجة السوق المحلي تذهب إلى التصدير، وقيل بأنه بالعكس يمكن السوق المحلي لن يعني يكون من الأسباب التي تجعل هذه الشركات تخرج، بالعكس يعني يدوبها تلحق حتى تلبي حاجة السوق المحلية. طبعا السوق المحلي هو أولى بمنتجات المصانع حتى يكتفي، فالآن نجد أيضا كثير من المنتجات السعودية في الدول المجاورة، نجدها في الأردن، نجدها في العراق، نجدها في كثير من الدول، ولها مساهمة كبيرة جدا حقيقة في تنمية المنتجات.